مع بزوغ أولى ساعات الصباح علت أصوات التكبيرات في مرقد أبي حنيفة في العظمية، حيث تجمع أبناء بغداد مبتهجين بقدوم عيد الفطر. أقيمت صلاة العيد، وكعادتهم بعدها توجه الكثير منهم إلى مقابر الشيخ معروف لاستذكار راحلهم، وهم يأملون بتجاوز المحن والظروف التي عاشوها وسط الدعوة لوحدة الصف في ظل ظروف سياسية مربكة مرت خلال العام الماضي. إلى وحدة العراقيين وأن يأخذ المسؤولين دورهم في تجاه شعبهم في توفير الخدمات، في توفير رعاية الناس جميعا. وتمت الصلاة بحمد الله تبارك وتعالى، ونشكر القوات الأمنية المساندة لهذه الصلاة. وشفت الناس وشفت الفرحة وشفت المحبة والوفاء. من خلالكم ندعو جميع العراقيين إلى التآخي ووحدة الصف كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. المناكفات والمعارك والأنانية والحقد لا تؤدي إلى الخير، كلها تؤدي إلى الهاوية. في الجانب الآخر، تجمهر الشباب عند سوق الصدرية، أحد أشهر الأسواق الشعبية في العاصمة بغداد، ليتذوقوا الكاهي والقيمر في أول فطور صباحي عقب شهر من الصيام. الظروف الاقتصادية وتذبذب سعر صرف الدولار تركت أثرها على الكثير منهم بعد أن نغصت عليهم أجواء الاحتفال بالعيد وأجواء الاستعداد له. كله من صعد الدولار، من صعد الدولار هسه هذا العيد كله، يعني عالم قاعدة، عالم شغل ما عندها، عالم عطالة بطالة، شغل ماكو، تعرف أنت موازنة ماكو، تعيينات ماكو، فالبلد تعب بالدولار، يعني عالم حصر عليها تشتري ملابس عيد. اللي إذا نعاني من عده هذه الفترة من الزمن بارتفاع سعر الصرف والغلاء المعيشي، هذا ينعكس سلبا على المواطن. أمنيا، فقد وجه وزير الداخلية بعدم قطع الشوارع خلال أيام العيد وتكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية قرب دور العبادة وفي الأماكن الترفيهية. رغم تحسن الأوضاع الأمنية بشكل كبير، إلا أن المخاوف الاقتصادية والسياسية لم تبرح أن تنغص بعضا من أجواء الاحتفال بالعيد في العاصمة بغداد. أسعد الزلزلي، الحرة، بغداد.